سمعت عن مشروع الموهبة في خدمة المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فكرة الموهبة في خدمة المجتمع دعمت الموهبة الموجودة عندنا. ساهم المشروع بشكل كبير بتطوير مشروعي. كلمة حلوة وكلمتي حلوة يا بلدي. دربنا 40 شاب وشابة من منطقة الأغوار على أساسيات التصوير والمونتاج. وصلنا نساعد بسبع دول، هلا نحن عم نساعد 300 طالب مكفوف. مشروع نبط هو مشروع يهتم في تسويق المنتجات التراثيه